كما العصافير في تعبيرها الهادئ عن الحب، يعبر العشاق عن أشواقهم ومشاعرهم تجاه أحبائهم في يوم خلدته أسطورة القديس فالنتاين، يوم يستعد فيه عشاق العالم لاختيار هداياهم المناسبة لشركائهم، فتكتسي محال عديدة باللون الأحمر عارضة أنواعا كثيرة من الهدايا. والله بمناسبة الفالنتاين يعني جاي هيك أختار هدية لحبيبتي. بالعادة كيف تحتفل بالفالنتاين أنت وياها؟ يعني هلأ يوم الفالنتاين بيكون يوم سبيشال، يعني الواحد وطول السنة بيكون بحب حبيبته، بس بهذا اليوم يعني مميز شوي هيك إنه هدية، فبحب دائما أنا أطلع أنا وحبيبتي هيك بأجواء لحالنا، يعني نكون قاعدين مثلا كوفي هيك لحالنا ونحتفل هيك بكيكة، يعني هيك إشي. لوحة فنية قوامها اللون الأحمر تغطي المحال التجارية لتقرع للعشاق جرس التأهب لبث مشاعرهم وترجمتها في صندوق مغلف كنوع من التذكير والالتفات إلى من يقف بجانبهم في السراء والضراء. أول شيء أنا بهدي دائما الهدايا هلأ لخطيبتي لأني أنا خطبت ودائما بختار الألوان الحمراء، الدباديب الحمراء، لأنه هو اللون الأحمر بيرمز لعيد الحب. أوكي، ثاني شيء بوصي هيك كيكة بكرة عشان يعني عيد الحب إن شاء الله بكرة، أقدم لها إياها وإنه نحتفل بعيد الحب أنا وياها مع بعض. جاي أنا اليوم والله هيك أفاجأ خطيبتي عمل عيد ميلاد شيء مرتب، وبالفالنتاين هي بنفس اليوم، يعني الفالنتاين والعيد ميلادها بنفس اليوم جاي، فحب أفاجئها وأجيب لها شيء كتير حلو، عملها يوم كتير مميز يعني يكون لها. وحتى في محل الحلويات تتبدل الصورة ويتبدل الذوق العام، إذ يبذل العاملون فيها جهودا مضاعفة للخروج بمظهر يليق بهذا اليوم، فالحلوى صار لها شكل خاص يأخذ في الغالب شكل قلب الحب المتعارف عليه. ولأن الورود هي الطبيعة الصامتة النابضة بكل ألوان الحياة والمعبرة عن الحب بشكل صادق وعفوي، لا يغفل العشاق عن تقديمها كرمز للمحبة الصادقة، فحين تتعطل لغة الكلام فإن الزهور عالم ينبض بجميل الشعور. يوم يعد موسما تجاريا مربحا للمحال بمختلف بضائعها، تزيد فيه الحركة الشرائية وترتفع الأسعار قليلا عن المعتاد. احنا بعيد الفالنتاين طبعا هذا بكون يوم يعني يوم موسم رائع، وبنبدأ نتحضر له قبل بأسبوعين، فبنعرض هدايانا وبنغلب يعني بنخلي غالب المحل باللون الأحمر وبنلفت نظر الزباين لنا قبل بأسبوعين. وطبعا في هذا اليوم بكون الإقبال يعني بشكل مش طبيعي، كتير حركة غير عن باقي الأيام، لأنه الكل بكون بده يحتفل فيه مع حبيبته خطيبته. هلا بالنسبة للمناسبة هاي احنا بنتحضر قبل 3-4 أيام، بنحضر لإلها لأنها مناسبة خاصة، وبصير في إقبال على الكيك بالذات تقريبا قبل 3-4 أيام بنحضر إلها، والإقبال بيكون يوم الفالنتاين داي اللي هو بكرة إن شاء الله. إيش معنى يعني بتتسم الطبيعة طبيعة الفالنتاين باللون الأحمر؟ تمام، بتدخل فيها هي زهرة الروز الأحمر، بتكون هي الزهرة الأساسية في عيد الحب، بالإضافة طبعا للتكملة اللي هي التنسيقات اللي بتيجي فيها الدببة الحمراء والستان الأحمر، والقطع جميعها بتكون باللون تتسم باللون الأحمر لأنها معبرة عن الحب. طب بالنسبة للإقبال كيف بيكون إقبال الناس؟ الإقبال ممتاز الحمد لله رب العالمين. والأسعار؟ والله الأسعار بتزداد شوية صراحة، لأنه بصير الورد كلياته عبارة عن ورد مستورد. أسطورة عيد العشاق تقول أن القديس فالنتاين جاهد من أجل الدفاع عن حبه، ولكنه لم يكن يدري وقتها
أن تاريخ إعدامه سيكون ذكرى تخلد عالمياً للاحتفال بالحب. منذ الوجود الأول عبرت الشعوب عن طوقها للحب كقيمة حية تزيد من إنسانية البشر، فمجدته الأساطير وتغنت به الأشعار، وهو اليوم يحتفل به كعيد يتداول فيه الناس قصص العشاق. لبرنامج دنيا يا دنيا، إلين يوسف.